السلام عليكم. يا مرحبا الله بغاليل الله حيهم علومك عساك طيبين. الكلام هذا لأهل الطيور اللي تطير تطير بمعنى مو كل الطير يطير يطير يلحق الصيد. لا تجهده يومي، تبي طيرك أسلم بإذن الله من التهابات الدم، من التهابات كسر، ومن التهابات الكبد، من الأمور اللي يعني تجهد الطير، من ملوع، من الأعصاب، من النقص اللي يصك الطير. وانت هذا شو موضوع الطير؟ لازم تريحه، لازم يتريح، ما في كلام. يعني معلومة هو بيفيدكم فيها، الله ينفع فيها. هذا يقدر أقول عن نفسي أنا عبد الله مشلح المطير، والربع يشوفون وقاعد بهم يطبقون. والله يوم أسوي الحركات هذه بهم يطبقون اللي يسويه بإذن الله تعالى معينه. لا ملوع، لا سوالف، لا كبد، لا إلى آخره بإذن الله تعالى معينه. طبعا توفيق من ربي، والله ما هو من فضلي أنا، فضل رب العالمين علي مو فقر الشيء هذا. الطير اللي يطير المطير قوي يعني. ثاني يوم طار مطيار قوي، ثالث يوم هد له حمامة عادية لا بد حدود، ولحق شيء خفوا وصاده. ثاني يوم أعلفه على يدي وحطه على ركبه ما يطير، لحق الحوق موقف. ثاني يوم ما في دعم نهائيا. ليه؟ الطيور هذه يعني سبحان الله يجد حاله قاصرة جول ويبي يصيد، مو مثل الوحش. الوحش يصيد ويداري حاله، إن شاء الله ما صاد سهالات وخر، ما جد حاله كل جد يعني يلحق نفس الطيور، لا تلحق يعني مسافات، لا يحول يطق يعلق، إلا حق صاد وعلق. ما في يعني صاد يقصد ونزل وعلف، بس غيرها ما في شيء. سافت نفسنا حنا مهدات وسوالف وهذا، لا لا لا. فالوحش مداري حاله، وفضل رب العالمين الله حامي. الطيور اللي عندنا يعني تبي من عندنا الإدارة هذه بإذن الله تسلم. أمه يوميا أجهده مهد غوي، يوميا مهد غوي، أشوف الطير يطير ومستانس، والربع والله يقولون طير فلان يطير. لا يا حبيبي والله وبالله وتالله إن أنت كس وأنت ما تدري شو الموضوع، وبعدين تحسب على كل تعب تعبت على الطير. الإدارة لازم تكون بركادة. أنا طير يطير أركد عليه وسايس مسايس، ولا جاء وقت الصحيح هدى وصيد فيه، ولا صاد الأمور طيبة. ثاني يوم إذا بهدى بعد ما الثاني صحنا ربعنا شو يبون؟ أهم شيء أطلع أنا البطل قدام ربعي كله، أنا يطير يطير والباقي أهد مهد الأول الثاني الثالث نفس الوقت، وربما يفلس شوي يعرف. والله خراب الطيور. نصيحة أخو، أنا ما لي مصلحة ولا شيء ولا لي أي شيء، إلا أني أفيدكم بشي اللي أنا مستفيد من عنده، من فضل الله علي. طبعا هذه دارتي من فضل العالمين، ربطي موتوا يا الله من فضل. الطير اللي يطير حتى ربما معلمهم من فضل رب العالمين، فيه يعني ناس قاعد أعلمها الحين، وبأهلكم والله ينفع فينا. هذا يقدر يقول الطير اللي يطير مطير قوي مو كل يوم أجهده. أنا ترى أتكلم عن طيور تطير، مو هو الطيور اللي عنده عشيك طيور تطير، مو هو يوميا أشوف الطير يطير مستانس أنا يومي مهد يومي مهد غوي. لا يا حبيبي لا تعسره، لو تنتفله يلحق السلامة الدحل انتفله، خليها 10 بـ10، خليها 8 بـ8، ولا أسوي فيه يومي الطير حده، يومي الطير حده. والجيل خاصة الجيل ما داري حاله، خاصة الجيل يطلع من يدك حده، فاحتمال كبير كبد كاس هواء ولا دم، ما في كلام إذا ما تملع. طبعا الثلاثة ذل ممكن أي وقت تصيبه، والله ما سؤال في الشكل إلا بفائدة الفائدة بعد الله لكم يعني. فأمسك العلم والله يوفقنا يا جزر ينفع فينا. هذا يقدر أقول والطير الأطار مطير قوي، إذا عندي حبوب ملوع على طول أعطيه، ما في ملوع حبوب، بس هذه وقاية للطير لأنها أجهد حالة حين. وطار مطير قوي أعطيه حبة ملوع، هذا أنا أسويها بفضل رب العالمين. والشيء الثاني إذا ما عندي حبوب ملوع، ما هي واقفة على الملوع، ترى في أمر ثاني وكثير من يجهله، اللي هو المي الدافي، دافي بغوري أدفيه وأخليه لين يصير أمور طيبة، وأخلطه مع ماي بارد لين أخليه، لا حطيت على يدي فيه لسعة خفيفة، ركزوا على كلمتي هذه، خفيفة يعني حرارة خفيفة مو حار، وكب على مناكب الطير، كب على مناكب الطير بالقوري، وبإذن الله تلم عينه يرخي الشد اللي يكون بأعصاب الطير، والأمور كلها تضبط بإذن الله. هذا اللي ما عنده ملوع ركزوا، واللي عنده ملوع لا بالله يعطي ملوع
ولا امور طيبه. الله يوفقنا وياك ويسلم وينفع فينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.